هذا الكتاب يعني يمكن أول مرة بكون حريصة بالنصيحة لهي الدرجة، بس من كل قلبي بنصحكم تقرأوه، كتير حلو. لأجلك ألف مرة ومرة، هاي الجملة اللي أكيد بتعني لكل الأشخاص اللي صدقا حالفهم الحظ وقرأوا كتاب عداء الطائرة الورقية لخالد حسيني، رواية عن الوعود اللي لازم توفي فيها قبل ما تطلقها، رواية عن التمييز العرقي الطبقي والأخلاقي كمان. بتأكد الرواية نقطة كتير مهمة، إنه لما يكون الموضوع بخص البشر ما في مسلمات. صحيح. يعني مو ضروري كل أصحاب السلطة أو كل أصحاب النفوذ والتاريخ القوي يكونوا شرفاء، ومو بالضروري الأشخاص اللي تاريخهم أقل عراقة يمكن نحتقرهم ويكونوا من الأشخاص السيئين، لأنه هذا الموضوع بالتحديد كل إنسان هو وعمله وفعله وكلمته اللي يا أما بتخليه سجين وعوده يا أما بتحرره للأبد. رواية فعلاً تحبس الأنفاس، بتحسوا دائما أن أنتم محتاجين بين كل جزء وجزء تسكر الرواية شوي، تتأمل، تحاول تستوعب الأحداث اللي عم بتصير. رواية تاخذنا برحلة لأفغانستان، رحلة كتير حلوة، بتحكي عن شخصين، أول بطل اسمه أمير والثاني اسمه حسن، هني طفلين تبدأ معهم من أيام الطفولة لحد ما يكبروا. ففي قصة بتعبر عن هذا الموضوع، أنه أنت كيف تقدر تحكي عن شخص بيكبر معك، بيتربى معك، بتعيشوا كل ذكرياتكم مع بعض، انت بتشوفوا الخادم الامين اللي دائما بتوكله بالمهمات الصعبه وخجلان تعترف للناس انه هو توأم روحك، فبتقرر انك تقتله بروحه لانه بتخاف بيوم من الايام انه ضلك يطغى عليك، ضلك اللي هو هذا الشخص الثاني. فبتقرر انك تقتله بروحه، لكن الأشخاص الطيبين دايماً ما في بقلوبهم مكان للكره والعداوة. بدي لكم كمان عن أسلوب خالد حسيني بهي الروايات، تتغلغل بالشخصيات بطريقة صرتنا نحسها واقع، بتصيري بتحسي أنه أنت فعلاً بتعرفيهم لهدول الناس، فعلاً أنت في معرفة مسبقة بين الأب أبو أمير بين أبو حسن، بتحس أنه أنت دايماً عندك فضول تعرف طب وين نهاية القصة شو صار فيهم. بتحكي عن حقبة زمنية عن أواخر العصر الملكي وبداية استلام طالبان بأفغانستان، استلامهم للحكم، بتخلينا بموقف دائما بيسحبنا لأعماق روحنا، بتحسوا أنه أنا بدي أتذكر أنا مرق علي هذا الموقف من قبل. كل واحد مرق عليه هذا الموقف، يمكن مو هلا يمكن بالحياة القادمة، في شيء دائما بتحسوه سجين داخل الروح دائما عم يسحبكم، شيء من الماضي، موقف، قصة، أشخاص، يمكن بتقولوا يا ريت لو بيرجع فينا الزمن نعتذر بس لهدول الأشخاص أو نقول لهم قديش نحن كنا منحبهم. الرواية كمان بتحكي كتير عن عادات وتقاليد أفغانستان، عن بلد تدمرت، عن شعوب تهجرت، عن بلد يمكن دايما كانت ملطخة بالدماء وما زالت مستمرة الحروب فيها، عن معاناة شعب عظيم. يمكن أنا بصراحة قبل الرواية كانت نظرتي لأفغانستان كانت فقيرة جدا، وكانت عن بلد فيها تزمت، فيها حروب، فيها فوضى، لكن بعد الرواية بيرجعك بزمن كتير حلو، بتشوفي انه لا، الناس بأفغانستان او الأفغان بشكل عام شعب جدا راقي، شعب مثقف، انساني كتير. الرواية نشرت عام 2003 ونعمل منها فيلم عام 2007. في قصة كمان بتصير إنه البطل وأبوه بعد ما يكونوا بأفغانستان بينتقلوا لأمريكا، فبيقول البطل إنه أمريكا كانت عبارة عن مدفن لذكرياته، أما بالنسبة لأبوه فهو كان يرثي فيها ذكرياته. كمان هم نقدر نلمس اختلاف المشاعر بين الأهالي والأولاد لما ينتقلوا من مكان لآخر، يمكن الأولاد بيكونوا دائما مبسوطين ومتحمسين للمكان. صحيح. الجديد، أما الأهالي بيكونوا واقفين دائما على أطلال الأوطان. في اقتباس بيقول أن تملك ثم تفقد أكثر إيلاماً من أن لا تملك أبداً، وفعلاً القصة بتصير أنه ياريت بيرجع الزمن فينا لنغير كتير قصص. بيقولوا كمان بيشبهوا حياة البطل بالتفاح المر اللي أنت دايماً التفاح أول ما ينضج أو قبل ما ينضج لما يكون بعده مر بيكون شكله كتير حلو، بس إذا أكلته رح تحس بمرارته، ما رح تستمتع فيه. هيك الحياة، على كل شيء صبر واستنى لحتى يصير حلو وتقدر تستمتع فيه. فعلاً 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 ما بعرف ما بعرف أمجد إذا تحمست تقرأ الرواية، بس من كل قلبي بنصحكم تقرأوها، رواية جداً عظيمة
وبعد ما قرأتها صار عندي صعوبة كتير أني لاقي مثلها أو لاقي بمستواها. صار كل شيء قرأته بعدها حسيت أنه لا، مو نفس المستوى، ما عيشني نفس الحالة. تقريبا هي 300 صفحة بس صدقا، لا هي 500 صفحة بس صدقا، يمكن خلال 3-4 أيام قادرين تخلصوها بدون ما تحسوا بالوقت. يا سلام، كتير حلو. واو نوار، يعني هذه أجمل فقرة دائما باليوم هي فقرة كتاب نوار. شكرا. قد ما عم تنصحينا بكتب ما عم يسعفنا الوقت إنه نقرأ هاي الكتب. أنا برأيي شو ما كنتي عم تقرأي وقفي وقرأي هاي. بعدني بكافكا على الشاطئ. وقفي إذا حاسي إنه أنت ما مو متحمسة تكمليها، وقفي وقرأي رواية أنت تكوني متحمسة متحمسة أكثر. وعداء الطائرة الورقية دعاء ما رح تقدري تتركيها، رح يكون عندك دائما. الحلو كمان إنه الأجزاء الأولى بتشدك أكثر بكثير من الأجزاء الأخيرة، فأنت خلص تعلقتي بالرواية، ما بقى فيك تتركيها لأنه لازم تعرفي شو صار. وكثير حلوة وإنسانية وفيها عواطف وعلاقات مترابطة بتخوف، بترجعك لزمن فعلا بتحسي حالك انه انا لازم انبش هلا ذاكرتي، لانه في احتمال كثير كبير انه مثل حسن، مثل شخصية حسن تكون مرقت بحياتك، فانت حاملة معروف وشكر واعتذار لهذا الشخص كثير كبير، يمكن حتى حياة وحدة ما تكفينا لحتى نعتذر.